السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم شباب؟ شو أخباركم اليوم؟ جبت لكم فيديو جديد وقصة شعر جديدة. طبعا اليوم رح نشتغل سوالف شباب ماكينة السينيور الأمريكية. مثل ما أنا شايفين الشعر كثيف وكتير حلو وناعم، ما فيه ويفي أبدا. مثل ما أنا شايفين شباب، جبنا ماكينة الإكسترا وطشنا السالف بهذا الطريقة. طبعا أول خطوة نحنا بنشتغلها بنعلم هذا حرف الزيرو، كرمال نحنا نشتغل باقي النمر بنفس الطريقة. بتمنى المو مشترك بالقناة تشترك بالقناة، فعل زر الجرس ليصلوا كل شيء جديد. أنا الكوافير رام بحكي عن الحلاقة الرجالية وكل شيء بخصها. طبعا شباب مثل ما أنا شايفين بعد الزيرو عملنا نص، وبعد النص حطينا مشط اثنين. مثل ما أنا شايفين بلشنا نشتغل بهالطريقة، بعدين حطينا مشط الواحد ونص. ما أنا شايفين، بما انه نحن بالبدايات شباب، خلونا نوصل هذا الفيديو 200 لايك، ادعمونا لنشر المزيد ان شاء الله. طبعا مثل ما انتم شايفين حطينا مشط الواحد ونزلنا المنويل، وبهالطريقة شباب بدنا نكفي القصة كلها. شايفين معي كيف رجعنا رفعنا المنويل وبلشنا نشتغل على الحرف. طبعا شباب بدنا نكون كتير دقيقين بحيث انه نحن النمر اللواطية اللي بدنا نشتغلها ما نطلع فيها كتير ونضر حرف اثنين اللي استخدمناه اول شيء. طبعا اتمنى شايفين حطينا مشط النص ونزلنا المنويل، بعدين رفعنا المنويل بلشنا نشتغل بهالطريقة هاي. ممكن نستخدم طرف الماكينة شباب كرمال ما نضر الشعر السميك اللي عجناب او اللي فوق عند الزاوية. هلا المنويل لفوق شباب نبلش ندمج هذا الحرف شوي شوي. شايفين كيف عم استخدم طرف الماكينة؟ هلا شباب بنحط الزيرو، عفوا نجيب ماكينة الاكسترا. اتمنى شايفين طرف الماكينة بنشتغل شوي شوي. هلا شباب هاي السماكة، سماكة حرف اثنين او حرف اثنين بنشتغل عليه بالتشفير او بالمقص العادي حسب رغبتنا نحنا والطريقة اللي بتريحنا. بس انا اخترت التشفير شباب لانه بدنا نحدد الرقبة بهاي القصة، ما راح ندمج الرقبة. طبعا على طلب الزبون، على رغبة الزبون هذا الحكي. راح نشتغل هذا القصة. مثل ما انا شايفين اخترت انا اني اشتغل بمقص التشفير، انا بدي فقط ادمج ما بدي خفف ابدا. مثل ما انا شايفين مقص التشفير هلا انا عم بشتغل وعم شيك على القصة كلها كرمال يطلع فيه تناسق بين اللون الاسود واللون الابيض. طبعا شباب مثل ما انا شايفين هلا السالف بدنا نحدد تقريبا نصف دائرة بشكل مائل بهاي الطريقة. شايفين كيف؟ هلا شباب بدنا نجيب مقص التشفير كمان والمشط العريض. مثل ما انا شايفين خصلي خصلي لتحت وراح نشفر الشعر بس تشفير بحيث نحنا ما نرقق مكان اكتر مكان، بحيث انه يكون كله مدموج مع بعضه ونخفف سماكي كرمال ما يبين في فرق كتير بين السالف والشعر من ورا، كرمال ما تبين مثل القصات القديمة اسمها مولت القصة القديمة. تمام شباب مثل ما انا شايفين بلشنا نشفر بهالطريقة هاي، الشعر كله بدنا نشفره خصلي خصلي من فوق لتحت او من تحت لفوق على حسب الشيء اللي بريحك انت.
هلا شباب بنرجع لماكينه الاكسترا وبنحدد الرقبه. طبعا مثل ما انتم شايفين بدنا نحدد بشكل مستقيم، بنمشط الشعر مظبوط وبنحدد بشكل مستقيم مثل ما انتم شايفين. طبعا ورا الاذن شباب بنعملها نصف دائره، ندمج خط السالف يعني نصف دائره مثل ما انتم شايفين، ندمجها بهالطريقه هاي، شايفين معي نصف دائره. كمان شباب بدنا نحدد الرقبة من ورا من تحت مثل ما احنا شايفين بدون ما نطلع فيها، دائما نحن لازم نخلي مجال بالتحديد الرقبة حصرا، كرمال اذا طلعت مو ثابتة او مو خط مستقيم نقدر نرفعها شوي صغيرة. لهيك دائما نحن بنشتغل على اقصى حد من تحت نقدر نشتغل عليه. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين هاي النتيجه النهائيه، بتمنى تكونوا استفدتوا من حلقه اليوم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كان معكم الكوافير رامي.